تفتكر الصين ممكن تخش تايوان زي ما روسيا دخلت اوكرانيا؟ وليه لا؟ هم الصينيين ناقصين ايد ولا رجل يعني؟ ولا الروس احسن منهم في حاجه؟ بل بالعكس، يمكن القوة العسكرية الصينية تعتبر اقوى كمان من القوة الروسية، لان بجانب السلاح الصين سابق العالم بتكنولوجيات متطورة جدا، ده غير ان عندها تالت اقوى جيش في العالم. واكيد يعني روسيا مش هتسيبها تعمل حركة زي كده لوحدها، والاتنين هيكونوا في ظهر بعض. الاسباب دي ممكن توضح لنا جاهزية الصين للاستحواذ على تايوان، ولكن مع ذلك ده ما حصلش. وهنا احنا مش بنقول ان في قوات موجودة على الخليج وما هجمتش زي روسيا مثلا، احنا بنقول ان مفيش اي تواجد عسكري اصلا، مفيش اي جندي او اي مركب واقف على الحدود مع تايوان، لان ببساطه تايوان مش اوكرانيا، لان الاختلافات ما بين الدولتين تعتبر كبيره، واللي حصل في اوكرانيا مش شرط خالص يحصل في تايوان. خلينا نشوف مع بعض ليه تايوان مش شبه اوكرانيا، وهل الصين مستعده فعلا ان هي تخش تايوان، وهل موقف الامريكان هيبقى زي اوكرانيا مجرد عقوبات، ولا تايوان ممكن تكون هي فعلا بدايه الحرب العالميه الثالثه. بقى مش هوصيك فولو جميل على فيسبوك، اشتراك اجمل منه لو انت على يوتيوب. وحابين نقول الحلقه دي برعايه منصة ايفست للتداول. شركة ايفست هي شركة استثمارات عالمية ومرخصة من جهات دولية، وبتقدم لك اسهم حقيقية للتداول بعمولة 0%، وتقدر تستثمر على اسهم الذهب وكمان صناديق الاستثمار. ولو سجلت دلوقتي هتاخد حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار، وكمان بونص بيوصل ل 100% على اول ايداع من خلال الروابط اللي موجودة في الديسكريبشن تحت او في اول تعليق لو انت على فيسبوك. انا محمد خالد، رواد جرا انجليزي، وقهوتك وحصان. على مدار اخر اسبوع العالم كله كان بيتابع التدخل الروسي في اوكرانيا، وان الجيش الروسي كان بينفذ نوعا ما استعراض عسكري لقوته اكتر من مجرد غزو، الشيء اللي جه على دماغه بعد كده وهنعرف في اخر الحلقه. لان الازمه الاوكرانيه الروسيه نوعا ما قريبه من الازمه التايوانيه الصينيه، ولكن تايوان مش اوكرانيا، وده مش كلامي، ده كلام الحكومه الصينيه اللي طلعت واكدت ان تايوان مختلفه تماما عن حاله اوكرانيا، لان اوكرانيا نوعا ما نقدر نقول عليها دوله مستقله شويه، انما تايوان تعتبر طول عمرها جزء من الصين. الفكره ان بعد التصريح ده بيوم واحد خرجت 9 طيارات صينية من نوع G-15 ومعهم طيارة استطلاع، واخترقوا المجال الجوي لجزيرة تايوان. والاختراق ده كان يوم الخميس 24 فبراير، يعني كان نفس ميعاد الغزو الروسي على اوكرانيا. استنى بس يا محمد، هو مش الطيارات دي لما تخترق المجال الجوي ده مش اسمه اعتداء على سيادة الدولة مجاورة؟ هو عادي كده؟ لا يا صديقي، هو ما يعتبرش عادي، ولكن بالنسبة للصين يعتبر عادي، لان الصين بتعتبر تايوان جزء من اراضيها، والمجال الجوي التايواني ده تقدر تشبهه بساحة تدريب للطائرات الصينية. مش بنهزر على فكرة. وده خلينا نرجع بحدود الازمة اللي بدأت سنة 1950. وقتها سيطرت الحكومة الصينية الشيوعية على البلد كلها، وهربت الحكومة الأساسية اللي هي الكومنتانج لجزيرة تايوان كحكومة منفى تقدر تحكم من هناك لحد ما يقدروا يرجعوا تاني، وتمر السنين وما تقدرش حكومة الكومنتانج ان هي ترجع مقرها في الصين تاني، وياخدوا قرار ويقولوا خلاص احنا هنكتفي ونعمل دولة لوحدها على الجزيرة دي. الشيء اللي نرفز الحكومة الصينية الشيوعية بشكل كبير، لان الاراضي دي اصلا تابعة لسيادة الاراضي الصينية، فما ينفعش تعمل عليها دولة مستقلة. ولكن في الوقت ده، لان الحكومة الصينية كانت حكومة شيوعية وحكومة الكومنتانج او حكومة تايوان كانت حكومة رأسمالية ليبرالية، فأمريكا دخلت وقالت بس الجزيرة دي في حمايتي، اللي هيجي جنبه هقطعه. وايقن الصينيين ان هم عشان يقدروا ياخدوا الجزيره تاني لازم يكونوا على قدم وساق من القوه لاقوى دوله في العالم وهي امريكا، لازم يقدروا يتفوقوا عليها عشان يقدروا ياخدوا الجزيره دي من جديد. واصبح هدف الصينيين هو التفوق على اقوى دوله في العالم من خلال انك تكون اقوى دوله في العالم، من باب السيطره على الجزيره ومن باب تحقيق النفوذ الصيني ورجوع امجاد الامبراطوريه الصينيه القديمه وتحقيق مبدا المملكه الوسطى. اللي عايزك تاخد باله منه بقى ان القرار ده طلع في وقت صعب جدا على الشعب الصيني، يمكن الاصعب في تاريخه كله. الهدف ده طلع من فترة الخمسينات والستينات بتاع القرن الماضي، وقت كان صعب جدا جدا على الصين. يكفيني اقول لك ان من 58 ولحد 62 حصلت مجاعة عملاقة ضاع فيها 10% من سكان البلد، بنتكلم من 36 ل 60 مليون بني ادم راحوا كده هباء، فالشيء اللي انت بتخططه ده يعتبر شبه مستحيل. ولكن سبحان الله، تعال بص على الدولة دي دلوقتي، اكبر مصنع في العالم، تاني اقوى اقتصاد في الكوكب بعد الاقتصاد الامريكي، تالت اقوى جيش على الارض بعد الروسي والامريكي. وكنا شرحنا في حلقتين فاتوا التقدم الاقتصادي والعسكري الصيني، وهتلاقي الحلقات دي طالعه لك في الاي اللي فوق، مش عارف هنا ولا هنا. فالمحصله ان الصينيين يعتبروا اقوى بمراحل حاليا من الروس. هتقولي لا، هقول لك بص على عددهم عامل ازاي، بص على التكنولوجيا اللي معاهم، بص على الفلوس اللي معاهم، اللهم بارك يعني. ولكن مع ذلك ولحد اللحظه دي، بكرر تاني لحد اللحظه دي، يعني ما حدش عارف المستقبل ايه اللي ممكن يحصل، الصين ما دخلتش تايوان وما تمش تنفيذ اي عمليه عسكريه ضدها. بس ازاي يا محمد؟ احنا تقريبا كل شهر بنسمع ان في طياره او في طيارات او في قطعه بحريه دخلت المجال الجوي التايواني وتحرشت بيه، والقطعه دي صينيه اكيد يعني. انت عندك حق، ولكن كل التحركات دي لا ترق
مطلقة انها تكون تنفيذ لعملية عسكرية على تايوان، لان تنفيذ عملية عسكرية على الجزيرة دي يعتبر من اصعب المهام ان لم تكن اصعب مهمة عمليات عسكرية ممكن تحصل في تاريخ المعاصر، لانها تكون عملية بر مائية في الاساس. والعمليات البر مائية هي اصعب انواع العمليات العسكرية اللي ممكن يقوم بيها اي جيش خصوصا دلوقتي، لانك ببساطة بتحتاج تنقل قواتك من على البر وتعدي بيهم المية او البحر او المحيط وتنزل بيهم على البر التاني اللي انت عايز تسيطر عليه. كلام يبان نظري ان هو سهل ومش بالصعوبة اللي هي يعني، ولكن على ارض الواقع يعتبر شيء غاية في الخطورة وفي المجازفة. والاسباب كتير، زي ان القوات لازم يتوفر لها عدد كبير من سفن القيادة والسيطرة ومراكب الانزال، وكل ما عدد الافراد والمعدات بيزيد العدد بتاع السفن والشيء اللي هيحملهم اصلا بيزيد، ودايما من الصعب انك توفر عدد كبير من السفن دي لانها غالية جدا ومكلفة جدا لعدد كبير من الجنود. وفي العادي بنشوف ان سفن القيادة والسيطرة دي مصممة اصلا للقوات الخاصة، مش بتشيل كتير اصلا. ده غير ان برضو مش كل دول العالم عندها سفن انزال بر مائية او سفن قيادة وسيطرة. استنى بس يا محمد، هو ايه الفرق بين السفن الحربية العادية وسفن القيادة والسيطرة بتاعتك دي؟ وهنا صديقي بقى عايزك تركز معايا لان انت بتحب الحاجات العسكرية، انا عارف، فركز معايا. سفن ادارة العمليات البر مائية او سفن القيادة والسيطرة للعمليات البر مائية ليها مواصفات خاصة، لان بجانب كونها سفينة حربية او قطعة حربية بتشيل صواريخ وبتشيل اسلحة مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للسفن زي اي قطعة بحرية تانية، الا وان هي تعتبر ناقلة قوات ارضية وكمان جوية، تقدر تقول عليها حاملة طائرات بس صغيرة كده ميني بس، بتقدر تشيل عدد معين من الجنود والمدرعات والدبابات وكمان الطائرات الهليكوبتر، لان العمليات دي لازم يكون موجود فيها دعم جوي. وفوق ده كله لازم تكون سفينة قيادة وسيطرة، بمعنى ان يتوفر فيها غرفة قيادة محترمة مجهزة بكل المعدات اللي تخليك من خلالها تقدر تنفذ عملية عسكرية شاملة وتتحكم في كل المعركة من خلال الغرفة اللي انت قاعد فيها دي. ومع كل ده لازم يكون فيها فتحة من ورا لمؤاخذة، ومع كل ده لازم يكون ليها فتحة انزال من ورا عشان تنزل فيها قوارب الانزال من السفينة للمية. ما هو انا ما قلتلكش سفن الانزال او قيادة السيطرة غير قوارب الانزال، لان قوارب الانزال دي هي السفن الاصغر او المراكب اللي بيتم فيها حمل الجنود والدبابات ومعداتهم عشان ينزلوا بيها او يعملوا اسقاط او انزال على الشاطئ، لان الغاطس او الارتفاع بتاع السفينة ما ينفعش اصلا تخش على الشاطئ، لكن قوارب الانزال دي بتخش عادي وتنزل عادي ما عندهاش اي مشكلة. ولو عايزين ناخد مثال على السفن دي فهي المسترال. المسترال اللي موجودة في مصر فيها كل الصفات اللي احنا قلناها دي، سفينة قيادة وسيطرة وادارة عمليات بر مائية وحامل الطائرات، وكنا اتكلمنا عليها في حلقة قبل كده ممكن تطلع لك في الاي اللي فوق برضه. هنا بقى ركز معايا، انت خلاص حضرت القوات بتاعتك وحضرت سفن القيادة والسيطرة وقوارب الانزال وخططت الخطة وخلاص نازل تنزلهم في المية، لازم بقى تعمل تمهيد ناري محترم. تمهيد ناري للقوات العدو اللي واقفه لك على الشط بالمرصاد وكل ما اوتيت من قوة عشان تتصدى وتصفي الجنود بتوعك اللي هينزلوا على الشط، اللي هم اصلا هيكونوا في موقف ضعف لان هم اصلا بينزلوا في مية ورملة واسلاك شايكة ممكن وليلة كبيرة قوي ساعات. ولو حابب تاخد مثال كبير شوية على الموضوع ده فاتفرج على مثلا عملية غزو النورماندي اللي حصلت في الحرب العالمية الثانية، اللي يعتبر لحد دلوقتي اكبر عملية عسكرية بر مائية حصلت في تاريخ البشرية. باختصار العمليات العسكرية البر مائية بتحتاج تنسيق عالي جدا ولحظة بلحظة بالقوات البرية والبحرية والجوية. وهنا بقى خلينا نركز اكتر ونبص على تايوان ونشوف ايه اللي محتاجاه الصين عشان تنفذ عملية عسكرية بر مائية ناجحة على تايوان. مساحة تايوان حوالي 36,000 كيلومتر، لو عايزين نقربها شوية فهي نفس مساحة محافظة جنوب سيناء كده، لأن جنوب سيناء محافظة حوالي 33,000 كيلومتر، نوعا ما قريبين من بعض يعني. ولكن بخلاف سيناء تايوان موقعها استراتيجي جدا جدا جدا، لأنها موجودة في جنوب شرق آسيا في قلب المحيط الهادي، وبيفصل بينها وبين البر الصيني مضيق فرموزا اللي طوله حوالي 140 كيلومتر أول عن آخر. وبتتكون تايوان من جزيرة فرموزا هي أكبر جزيرة فيهم وشوية جزر صغيرة حواليها كده. طبيعة البلد أو طبيعة الجزيرة دي هي طبيعة جبلية، نص البلد عبارة عن جبال وجبال شاهقة. احنا بنتكلم ان في سلاسل جبال اعلى جبل فيها بيوصل ارتفاعه حوالي 3997 متر، واحنا مش بنقول هنا جبل واحد، احنا بنقول سلسلة جبال، واخد بالك انت؟ واللي بص على الحروب اللي حصلت في افغانستان عارف اهمية الجبال في الحروب عاملة ازاي. تايوان تعتبر اقوى ديمقراطية في اسيا، اقوى نظام ديمقراطي في دول اسيا كلها، نظام بيكفل الانتخابات والحريات بكامل انواعها حتى الحريات استغفر الله العظيم يعني. وده شيء منطقي لان الراعي الرسمي للنظام ده اصلا وجود البلد دي اصلا هي امريكا او الولايات المتحدة. اما بالنسبة للجيش التايواني فهو مصنف رقم 21 على مستوى العالم، وده قوي جدا بالنسبة لجزيرة صغيرة في حجم تايوان. وميزانية عسكرية بتوصل ل 16.8 مليار دولار، رقم ضخم جدا. يكفيني اقول لك ان الميزانية العسكرية للجيش المصري حوالي 4.3 مليار دولار، اللي هو جيش البلد دي بيصرف في السنة قد اللي بيصرفه الجيش المصري 4 مرات، وده كله على الورق يعني. وده بسبب الانفاق العسكري التايواني الكبير على السلاح الامريكي، لان المورد الاول والشبه وحيد للسلاح الجيش التايواني هي امريكا. يمكن كمان تايوان ما
تاخدش اسلحه من اوروبا، هي امريكا بس، لان البلد هنا بتشتري الحمايه بفلوس السلاح. ممكن ناخد مثال وهي صفقه الاسطول الجوي التايواني. الاسطول الجوي اللي كان عايز يغير المقاتلات اللي عنده من نوع ميراج القديمه، واللي كان عايز يجددها بانواع ميراج 2000، لان الطيارين التايوانيين اتعودوا خلاص على المعماريه الفرنسيه، وان الطيارات الرافال او الطيارات الميراج اقصد شغالين عليها عادي. ولكن في اخر لحظه تايوان ترفض وتاخد طيارات الاف 16 من امريكا. احنا بنتكلم في حوالي 100 طياره من طيارات الاف 16، يعني حوالي من 20 ل 30 مليون دولار للطياره الواحده على حسب البلوك بتاعها يعني. فاللي هو لا دي فلوس حلوه، وقيس على كده دي صفقه واحده بس، شوف بقى بقيه الصفقات الثانيه ممكن تكون عامله ازاي. وزي ما قلنا هما بيشتروا الحمايه بفلوس السلاح. السؤال هنا بقى، هما بيشتروا حمايه من مين؟ يعني هما التايوانيين مش عارفين يحموا نفسهم مثلا؟ والاجابه ان تايوان مهما بلغت قوتها وعظمتها وكبر جيشها، فاستحاله ان هي تكون في مستوى التنين الصيني جارها او حتى تقرب منه يعني. وخلينا نبص شويه على جيش التنين، المصنف ثالث اقوى جيش على مستوى العالم بعدد جنود يوصل لاكثر من 3 مليون جندي وخزان بشري عملاق. تخيل معايا ان عدد السكان المؤهلين ان هم يخشوا الخدمه العسكريه يعني من 18 ل 40 سنه في الدوله دي لوحدها بيوصل ل 619 مليار بني ادم، وده اعلى رقم في مستوى العالم. يعني مفيش دوله عندها الفائض الكبير ده من البشر. وميزانيه عسكريه بتوصل ل 250 مليار دولار سنويا وبتزيد كمان، ودي تعتبر ثاني اكبر ميزانيه عسكريه بعد ميزانيه الجيش الامريكي، حتى اكبر من الميزانيه الروسيه اللي بتوصل مش فاكر كام والله، بس هي من 40 ل 60 مليار دولار. وقوه ارضيه بتوصل ل 5250 دبابه و35000 مدرعه و3285 طياره و777 قطعه بحريه. اكبر اسطول قتالي في العالم هو الاسطول الصيني، وهنعرف ليه كمان شويه. ولكن مع فرق القوه العسكريه الضخمه ما بين البلدين والغلبه لصالح الصين، الا وان الصين ما اتحركتش اي تحرك عسكري ضد تايوان، وده لحد دلوقتي الله اعلم في المستقبل ايه اللي ممكن يحصل، محدش متوقع. وده يبين لك مدى صعوبه عمليه عسكريه زي دخول تايوان. وهنا نسال سؤال مهم يمكن الاهم في الحلقه، ايه اللي هتحتاجه الصين عشان تنفذ عمليه عسكريه برمائيه ناجحه على تايوان؟ بص يا سيدي، عشان تقدر تخش تايوان فمنطقي انك تعمل عمليه انزال برمائي لجنودك على الجزيره، وعشان تعمل كده لازم تعمل تمهيد ناري محترم، بمعنى انك تدمر كل القواعد العسكريه وتدمر كل الدفاع الجوي وسلاح الجو وتحيده تماما، بالبلدي شل البنيه التحتيه العسكريه للدوله كلها. وده مش صعب قوي على الصينيين اللي عندهم ترسانه قويه جدا وضخمه من الصواريخ البالستيه وصواريخ الارض ارض والكروز، ده غير الهجمات السيبرانيه اللي ممكن تعمل كده من غير ما تضرب صواريخ اصلا، غير سلاح الجو ده بند تاني لوحده، وكل ده كنا اتكلمنا عليه في حاله اسلحه التنين يعني هتتبسط بيها قوي خلي بالك. ولكن الصعب هنا واللي يعتبر شبه مستحيل هي عمليه الانزال نفسها. الصين محتاجه تنزل على الجزيره دي حوالي 2 مليون جندي عشان يقدروا يسيطروا على ال 24 مليون اللي موجودين في الجزيره، ويقدروا يسيطروا على كامل مساحه الجزيره جغرافيا. الشيء اللي يعتبر شبه مستحيل، مفيش عدد من المراكب او حتى الطائرات يقدر ينقل عدد القوات دي ويمشيهم 140 كيلومتر في الميه لحد ما يوصلوا للجزيره. حتى يا سيدي لو انت هتسقطهم من الطيارات، مش كل جنودك مدربين ان هم يعملوا اسقاط بالمظلات يعني. وعشان ده يحصل مش بس هتحتاج الاسطول الصيني الضخم من القطع البحريه العسكريه، لكن انت هتحتاج سفن تانيه. زي ايه مثلا؟ سفن الاسطول التجاري. سفن الاسطول التجاري الصيني او الناقلات العملاقه زي بقى الحاويات والحاجات الكبيره دي، اللي بيوصل عددها ل 6600 قطعه او سفينه بحريه باشكال مختلفه طبعا، واللي ممكن يوفروا نوعا ما نجاح للمهمه دي. بس هتلاقي منين مواني لكل ده برضه؟ عم محمد بس ثواني بس كده، هي مش السفن دي تابعه لشركات خاصه وفي بيزنس وتجاره؟ الجيش الصيني اكيد ملهوش الحكم انه ياخد السفن دي من اصحابها يعني. والله يا صديقي ده كلام محترم، ولكن احنا في الصين يعني، ده من سنتين ثلاثه طلعوا قانون ان الصين او الجيش الصيني حقه يستخدم اي مركب تجاري صيني ويعمل بيه اللي هو عايزه. وده ان دل على شيء يدل على ان الصين بتستعد بكامل ما اوتيت من قوه لاخذ الجزيره دي، واللي المحللين العسكريين والسياسيين وكل السياسه متوقعين ان نوعا ما الغزو ده ممكن يتم يا في 2025 مرورا لحد 2027 بكتير قوي، ده لو ما حصلش قبلها يعني وربنا يستر، لان بسبب اللي عملته روسيا في اوكرانيا الموضوع بقى مختلف كتير. ولكن نرجع نقول ان اوكرانيا مش زي تايوان، والسبب هنا ان تايوان اهم بكتير جدا 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 لامريكا اكتر من اوكرانيا، وده على وصف لسان واحد من الجنرالات الامريكيه كان زمان اللي قال ان الجزيره دي او تايوان تعتبر حامله طائرات لا تغرب، مكان استراتيجي تقدر تصدع منه دايما الجيش الصيني، غير ان ليها موقع جغرافي استراتيجي ممتاز على البحر او على المحيط الهادي، وكونها حليف ده بيوفر للامريكان سيطره قويه جدا على منطقه جنوب شرق اسيا والمحيط الهادي اللي فيها واحد من اهم طرق التجاره العالميه في العالم، وكل ده تحت سيطره الاداره الامريكيه. غير كده ان تايوان تعتبر واحده من اقوى الاقتصاديات الموجوده في اسيا. انت عندك ان الشركه واحده بس زي تي اس ام سي دي يعني تايوان لوحدها، تايوان لوحدها
بالنسبه للعالم كله هي تي اس ام سي، لانها تعتبر اهم شركه في العالم لانتاج اشباه الموصلات، الشيء اللي بيعتمد عليه كل شيء تقني او تكنولوجي بيتعمل في العالم كله. وان الشركه دي لوحدها بتوفر اكتر من النص استهلاك العالم من خلال اشباه الموصلات. عندها تكنولوجيا عاليه جدا، مش بس انتاج الموصلات دي بقدره اعلى، لا وبتنتجها بكميات مهوله. فحرفيا لو حصل حاجه للبلد دي او حصل حاجه للشركه دي العالم كله هيتاثر. يا اخي تحس ان احنا قاعدين كلنا في ام واحد، مفيش واحد يغلس على جاره الا لو العالم كله يتاثر. في ايه يا جدعان؟ ده غير ان تايوان متقدمه اصلا جدا في مجال التكنولوجيا عموما، وده اللي مخلي معاهم فلوس كتير، وده اللي برضه اللي مخلي الميزانيه العسكريه بتاعتهم عاليه. وزي ما الصين متعهده ان هي ترجع تايوان، برضه امريكا متعهده ان هي تحمي تايوان من النفوذ الصيني، وده بيفسر وجود تواجد عسكري كبير جدا في القواعد الامريكيه اللي موجوده في اليابان، عشان لو حصل اي حاجه يعني يعرفوا يوصلوا بسرعه. ولكن برايك اللي حصل لروسيا بعد ما دخلت اوكرانيا ممكن نوعا ما يهز ثقه الصين في قرارها ده ويخليها ممكن تاجل الموضوع شويه؟ سؤال بس يا محمد، هو ايه اللي حصل لروسيا؟ لا ابدا، بس هو الغرب يعني اتحفز شويه، او تقريبا اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت، ان هم فرضوا كميه عقوبات بالكوم على روسيا، عقوبات ضخمه جدا بتوصل لعزل مؤسسات ماليه روسيه معينه من نظام سويفت، الشيء اللي بيتوصف بانه ضربه نوويه اقتصاديه للاقتصاد الروسي. نظام سويفت ده بيتوصف انه سلاح نووي اقتصادي، وده الشيء اللي يعني اللي هبد الاقتصاد الروسي في الارض، ومعاه العمله الروسيه اللي فقدت حوالي اكتر من 30% من قيمتها. والمشكله الاكبر هنا ان روسيا لسه ما سيطرتش بالكامل على اوكرانيا، يعني سيطرت كمان على مناطق تعتبر قليله جدا، يعني في بلاوي طالعه، وان الجيش الروسي مش اجدع من باقي جيوش العالم ودخل في مصيده الجيوش العملاقه، وهي مصيده حرب الشوارع. ايه هي مصيده حرب الشوارع او حرب العصابات؟ وايه اللي حصل لروسيا والاقتصاد الروسي والجيش الروسي بعد ما دخل اوكرانيا؟ ده ان شاء الله ممكن نفرده حلقه لوحدها، وان شاء الله لو شفنا تفاعل عالي على الفيديو ده ممكن تكون ده موضوع الفيديو اللي جاي. وبس كده، مش هوصيك لايك سبسكرايب الحاجات اللي بتدعمنا دي، وفكرك برده لو ليك في التداول والاستثمار، شركه ايفست هتديك بونص 100% على اول ايداع، ومعاهم حساب تجريبي بقيمه 25000 دولار لو سجلت من الروابط اللي موجوده تحت الفيديو او في اول تعليق لو انت على فيسبوك. وبس كده، سلام.